أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة مبادرة شجرة الأمل، التي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة للاستماع إلى صوت الشباب البحريني ومقترحاتهم حول البرامج والأنشطة، تأكيدا على حرص الوزارة على إشراك الشباب في صناعة محتوى البرامج التي تقدم لهم. شجرة أمل زرعت بأفكار الشباب البحريني الذي شارك برأيه وتطلعاته حول مجموعة من المحاور التي تهمه، وانخرط في هذه المبادرة بكل مسؤولية لصياغة خط جديد للبرامج وتعزيز دور الشباب الفعال كشريك أساسي في بناء مملكة البحرين في مختلف المجالات. احنا بداية السنة، ولو احنا بدينا نسمع صوت الشباب وأفكارهم نقدر نحط أفكارنا وأهدافنا كوزارة الشباب، ان نحاول نتأكد ان كل البرامج اللي نقدمها قاعدة تخدم الأهداف اللي هم حابين يتعلمونها ويستفيدون منها معنا. عمل دؤوب واستمرار في إشراك الشباب بشكل مباشر في كافة الأنشطة التي تقوم عليها وزارة شؤون الشباب والرياضة لصناعة جيل مبادر وقادر على المشاركة وتحقيق الإنجازات. والله الإقبال وايد حلو، وقاعدين يقدمون حق الاستمارة ويسوون الاستمارة بتليفوناتهم، فشي وايد حلو إن حتى الكبار في العمر واليهال قاعدين يشاركون. وايد شفنا ردة فعل حلوة من المواطنين عندنا، إن يبون أكثر برامج رياضية، ففي وايد أفكار حلوة معلقة موجودة هني، والناس أصلاً قاعد تقرأ وتشوف إن الأفكار هذه حلوة. في أفكار حق الفن، في أفكار حق التصوير، أشياء وايد منوعة والكل يقدر يشارك فيها. حزمة من البرامج الموجهة لكشف وتطوير الشباب، وبرامج مثالية لتأسيس قادة المستقبل. رمز شريطي وضع لجمع أفكار الشباب ومقترحاتهم، وشجرة أمل كانت البوابة الرئيسية لفكرة من الممكن أن تحقق على أرض الواقع. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.